الراجل اللي بيشرب شيشة بانتظام أخطر من أي فامباير يا مدام. ده اسم آخر بحث قريته للعالم العلامة علي المعسل، الله يبارك له. المعسل بيقول في بحثه إن أخطر وأشرس وأفتك أنواع مدخني الشيشة هم الأشخاص اللي قرروا يبطلوا شرب السجاير وانتقلوا بشكل تدريجي لشرب الشيشة. طبعاً انتشار خبر إن الزوج قرر يبطل السجاير بيساوي فرحة يوم العيد الصغير كده بالنسبة للزوجة. الله يا حبيبي بسطتني، ألف بركة إنك بطلت، بعودة الأيام. وبيساوي في القوة فرحتها وهي رايحة فرح لحد ما معرفها، لكن للأسف الفرحة بتتقتل جوه شرايين قلبها لما تعرف إن جوزها قرر إنه ينقل التعاطي للشيشة. لكن بتقول أو قضى أخف من قضى، لكن يا عيني المسكينة الغلبانة ما تعرفش إنها مع الوقت هتقلب هي صبي القهوة بتاعه. وعشان تعرفوا وتتأكدوا إن كلامي ده كويس وأنا بقول كلام حلو وكلامي ده كله صدق ما فيهوش أي كدب قوي، تعالوا نتعرف مع بعض على خطوات انتقال الزوج المتعوس من السجاير للشيشة. أول خطوات الانتقال بتبدأ بانتظام تدريجي في الذهاب اليومي للقهوة، أشبه لحد بعيد بالتزام طالب الثانوية العامة ورايح دروس الخصوصية. بيكتفي الزوج في أول شهرين بحاجة المعسل خفافي من نوعية بقى أشهر فواكه الموسم، بقى عايز يبقى روش بقى، يعني حجر تفاح، كانتالوب، بطيخ ما يزعلش، وفي دلوقتي كمان دوم ولب. وده ليه؟ لأن النوع من المعسل ده بيمتاز بكثافة الدخان وطول مدة الحجر، شد للصبح، وفي الوقت ده تبتدي شرايين الزوج تتمدد وتبرشع وصدره يعلى، وفي الوقت ده خلاص بيمل من النوع ده من المعسل. الخطوة التانية بتبدأ بانتقال الزوج للمعسل العادي، وفي المرحلة دي بيكتفي بحجرين بشكل يومي ومنتظم لغاية ما الصدر يتعود وشرايين القلب تطرى كده والرئة تتنفخ وتقول له هل من مزيد. الخطوة التالتة بتبدأ بطول فترة جلوس الزوج على القهوة، يفضل قاعد على القهوة بقى مبلط، دي إحصائية ودراسات اسمعيني ضيعناش. وطبعا زيادة عدد ساعات الجلوس تتناسب طرديا مع عدد أحجار الشيشة اللي بيشربها، يعني بدل ما يشرب حجرين يبقى أربعة، مع الوقت بقى هتزيد العدد لتمانية. مش مهم احنا قاعدين يعني نعمل ايه، مع الوقت يبتدي يتحول الزوج يبقى شبه الموتوسيكل، قلة بخارية ما بيتحركش إلا بالدخان، ماشي بالدخان بتاعه. الخطوة الرابعة بتبدأ مع خوف الست على جوزها، بيقعد كتير قوي على القهوة، بدأت ريحته تتغير، ريحته بقت غريبة وهو راجع من القهوة، لأن الراجل في المرحلة دي ما بيحسش بريحته اللي بتبقى شبه ريحة عيش بايت متعفن أو بيضة اتنست في التلاجة فمششت. فتبدأ الست تحذر جوزها من مخاطر تدخين الشيشة، وخصوصا بقى خوفها من المبسم. يا حبيبي ما ينفعش تشرب من نفس المبسم، ده بيروح من بق لبق. هنا بقى يبدأ يفكر. ننقل على المرحلة الخامسة وهي المرحلة الأخطر. المرحلة الخامسة بقى يا مدام هي اللي بيقرر الزوج فيها انه يشتري مبسم بتاعه هو لوحده، عشان ايه؟ ما يجيلوش اي اصابات وما يتعديش من اي حد. طبعا المبسم بيخلي الزوج ما يقعدش على قهوه بعينها، هيقعد على اي قهوه مع المبسم بتاعه بقى. في المرحله دي الزوج بيقلب، بيبقى شبه العربيه اللي عايزه تتمون، اي قهوه يعدي من جنبها ويقف يوصل مبسم الشيشه، ياخد حجرين كده 90 في السريع، اول ما الرئه توصل لمرحله الامان يتحرك، ينزل مؤشر الرئه يقعد يمون. وهنا بقى بتزيد عدد الحجارة اللي بيدخنها تدريجياً، وبيوصل متوسط الأحجار في الشهر الواحد ل 300 حجر، يعني في السنة الواحدة ممكن يبني بيهم شقة إسكان متوسط للشباب. مع خوف الزوجة وقلقها على جوزها المسكينة بتنصحه إنه يشتري شيشة عشان بقى ما يجرالوش أي حاجة، ما يعياش ما يتعديش. طبعاً الفكرة بترشق في منتصف قاع المخ وينزل يدلع نفسه يشتري شيشة بقى، حاجة ألوان بقى وإيه. وهنا نخش على المرحلة السادسة. في المرحلة دي الشيشة ما بتفرقش معاه تماما، وبتبقى مع الوقت أعز عليه من عياله، كل شوية يدلعها، ينزل يشتري لها قلة جديدة، يبدأ بقى في مرحلة الترويش، يروح المصيف يطلع الشيشة على الشط كده ويبقى جميل كده، يبدأ يسخن، يروح عند حد من قريبه يسحبها معاه في شنطة العربية ويستأذنه، يقعد بقى يعقم فيها، يدينا بقى الجو حلو كده بحجرين. مع الوقت بقى هيعشق الرحرحة، يبدأ ينقل الشيشة للبيت. وهنا بقى تبدأ المرحلة السابعة. في الأول يبدأ تدخين الشيشة في البلكونة، قال إيه؟ عشان خايف على العيال. في المرحلة دي بقى مع شدة الهواء في البلكونة يبدأ الحجر يطرقع ويفرقع ويطلع جمر صغير، حاجة حلوة كده،
على غسيلك انت وعيالك وغسيل الجيران، وهتبقى عيشة هباب. مع الوقت هتلاقي في لبسك انت وعيالك خرام صغيرة كده، ممكن ما تشوفيهاش بالعين المجردة. مع الوقت هتتحول لفتحات وثقوب ترى من على بعد كيلومتر مربع، تمشين انت وعيالك كلكم خرمين. مع دخول الشتاء بتبدأ المرحلة التامنة اللي بيقرر الزوج فيها انه يحتل ركن صغير في الصالة. طبعا انت في عين هتستغني عنها في البوتاجاز عشان البيبي يولع فحميتين عشان الشيشة. طبعا الزوج هيمل من حكاية البوتاجاز دي، فهينقل على المرحلة التاسعة. تعليلي بقى يا ست الكل. المرحلة دي بينزل يشتري منقة جوه الشقة عشان يضمن أكبر كم من الفحم جنبه، ومع الوقت بيحتل الصالة كلها. مع دخول المنقة جوه الشقة اضمني انك اتحولتي لصبي قهوة خلاص يا حبيبتي، لأنه هيخش بيكي على المرحلة العاشرة على طول والأخيرة اللي هتروحي تشتري فيها هواية. هواية كده تقعدي تهوي بيها على الفحم. مش كده وبس، هتبدأي تتعلمي غسيل قلة الشيشة، هيديكي كورس في كيفية تسليك اللي، وتدريجيا كده بقى هتتحولي لصبي قهوة. هتتحول ريحة الشقة كمان ريحة مقبرة فرعونية لسه مكتشفة. عشان كده أنا بحذرك، لو جوزك قالك أنا هبطل سجاير وهشرب شيشة، قولي لو بطلت سجاير أنا اللي هشربها. وبقول لكل راجل سامعني دلوقتي، خليك مال وهدومك، لو عايز تبطل سجاير خد قرار، خد قرار وبطل على طول. ما تتحججش، بلاش تقعد تقول مش عارف ايه، اصل انا هبطل مش عارف امتى، بلاش تقرف المسكينه دي بره وجوه. وكل سنه وانتم طيبين يا حبايبي، وربنا يهدي سركم.